تكثف إدارات وزارة الداخلية ومن بينها غرفة العمليات الرئيسية جهودها المبذولة في تقديم خدمات كافة الخدمات الأمنية بكفاءة عالية لحفظ الأمن والسلامة العامة خلال شهر رمضان المبارك. تعتبر غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية مركزاً حيوياً لبذل الجهود في حفظ الأمن والسلامة العامة، وذلك من خلال تلقيها مختلف البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها بجاهزية وفاعلية عالية وسرعة استجابة، خصوصاً في شهر رمضان المبارك. إدارة العمليات برئاسة الأمن العام لها طبيعة خاصة في آلية العمل في شهر رمضان المبارك. تقوم غرفة العمليات الرئيسية باستقبال جميع مكالمات الطوارئ على الخط الساخن 999، واللي نقوم بسرعة الاستجابة من خلال أحدث الأنظمة التقنية اللي موجودة في الغرفة. يتم التواصل مع جميع الإدارات المختصة لتحقيق أعلى سرعة استجابة. إضافة إلى ذلك، يقع على عاتق غرفة العمليات الرئيسية بعض المهام التي تتعلق بمكافحة فيروس كورونا. نوصي جميع المواطنين والمقيمين بعدم التردد بالاتصال على 999 لتقديم بلاغ أو طلب المساعدة أو الإبلاغ عن أي شيء مثير للشك والريبة. تكثيف الدوريات من مختلف المحافظات بالمملكة في أوقات الذروة التي تكون من وقت الإفطار حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي لضمان انسيابية الحركة والحفاظ على الأمن والسكينة العامة. ومن خلال انتشار الدوريات على مدار الساعة في الشوارع الرئيسية تتحقق لدينا سرعة الاستجابة، هو العنصر الأهم والفعال لدى دوريات النجدة. ولا يقتصر العمل على تلقي البلاغات فقط، بل وتقديم المساعدات على الطرق وتقديم الخدمات المجتمعية لكافة المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين. تبقى السلامة العامة مسؤولية تتحقق من خلال تعاون الإدارات الأمنية مع المواطن والمقيم، وذلك بالالتزام بالإرشادات الصادرة لتعزيز دعائم الأمن والسلامة العامة للجميع.